وموت لماذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين. من الأخبار العجيبة التي يستسقى منها من آداب وأخلاق ومعاملات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما وفد على رسول الله وفد من تجيب من السكون من مناطق في جبال اليمن، وكانوا 13 رجل، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محملين بالصدقات، قالوا يا رسول الله هذه صدقاتنا. قال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا صدقاتكم فعودوا بها على فقرائكم. هكذا كان من أخلاقه. قالوا يا رسول الله والله ما جئنا بها إلا وقد أغنينا فقراءنا. فعجب رسول الله وفرح من هؤلاء، ما هذه الشيم وهذه الأخلاق التي عندهم؟ فقال: فهاتوها. ثم قالوا يا رسول الله جئناك نسألك عن القرآن وعن السنن. فأخذوا يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعجبه منهم رغبتهم في الإسلام وحبهم لأن يتعلموا كتاب الله، وما لبثوا مدة بسيطة حتى جهزوا أنفسهم للرحيل. فقال لهم بعض الصحابة: ما أعجلكم؟ لماذا تستعجلون؟ قالوا: إنا نريد أن نخبر قومنا عما رأينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي أنهم حريصين على أن يوصلوا دعوة الله ورسوله إلى قومهم. فلما أرادوا أن يسافروا قالوا: يا رسول الله إن معنا غلاما تركناه عند مواشينا، فإنا إذا انصرفنا نريد أن نبعثه إليك ليقضي منك حاجته كما قضينا منك حاجتنا يا رسول الله. وهذه كذلك كريمة من الكرامات، فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء هذا الغلام، وكان غلاما حدثا صغير في السن، فلما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إن قومي قد قضيت لهم حاجتهم فاقضي لي حاجتي. قال: فما حاجتك؟ قال: حاجتي ليست كمثل حاجة قومي. قال: فما حاجتك؟ قال: حاجتي أنني يا رسول الله ما أعملت الإبل، يعني ما سافرت من بلادي وانطلقت من بلدي إلا ولي حاجة. قال: ما حاجتك؟ قال: حاجتي أن تدعو الله أن يرحمني وأن يغفر لي وأن يجعل غناية في قلبي. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الغلام، فقال: اللهم ارحمه واغفر له واجعل غناه في قلبه. وتعجب عليه الصلاة والسلام وفرح منه. ثم لما انصرف هذا الغلام قال: إني لأرجو أن يموت هذا الغلام جميعا. قال يا الصحابة تعجبوا: إيش جميعا؟ قال: يا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان يتفرق همه، يعني تأخذه شغله، أولاده، أهله، الدنيا، المشاكل، الأحوال، همومه تتفرق، لكن هذا الشاب كان وجهه وقلبه متوجه إلى الله وجهة واحدة، أي مجموعا. فلما مرت مدة جاء وفد من السكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه كان يحب هذا النوع من الناس ويعتني بهم، فلما جاء الوفد سألهم: ما فعل الغلام فلان ذاك الذي جاء؟ قالوا: يا رسول الله والله ما رأينا مثله زهدا في الدنيا وإعراضا عنها وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. فلما مرت السنوات وجاء وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، ارتد بعض أهل تلك البلدان مع حالات الردة، فسأل أبو بكر عليه رضوان الله عن ذلك الغلام. قال: أخبروني ما فعل ذلك الغلام. قالوا: ثبت على دين الله ولا زال قلبه مجتمعا على الله سبحانه وتعالى من بركة هذا الإقبال. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن ينبغي لنا أن نحضر نوايانا. الإنسان
إذا أراد أن يذهب إلى زيارة، إذا أراد أن يذهب إلى مسجد، إذا أراد أن يذهب إلى صلاة، إذا أراد أن يذهب إلى أحد الصالحين، فليستجمع نيته منذ أن يخرج من بيته، يعرف لماذا هو ذاهب إلى هناك، لماذا هو ذاهب إلى مكة أو مدينة أو إلى رجل صالح أو إلى مجلس خير، حتى إذا اجتمعت همته ونيته فإن الله سبحانه وتعالى سيقضي له ذلك بواسطة نبيه أو بواسطة شيء من الأعمال الصالحات. نسأل الله أن يكرمنا وإياكم بالفهم، وأن يجعل علاقتنا بحبيبنا علاقة متينة قوية دنيوية وبرزخية وأخروية، حتى نرافقه في دار الكرامة. آمين. اللهم آمين. وعلى خطاك يا نبينا نسير، قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب يطيب، بها عطات وعبر، جاء بها خير البشر، جاء إلينا رحمة ومنقذا ومنقذا.